سلام المسيح معكم جميعا أعزائي المشاهدين، هذه نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة المخلص الفضائية، مرحبا بكم. وجه صاحب السيادة مار عمانوئيل شليطة راعي أبرشية مار أدي الكلدانية في كندا مجموعة ملاحظات للمؤمنين خلال قداس الأحد الماضي، جاء فيها إن تقديم الخدمة الروحية والكنسية لأبناء الرعية هي من واجبات مطران وكهنة الرعية، وليس هناك أسعار لتقديم هذه الخدمة كما يعتقد البعض، فالخدمة التي يقدمها الإكليروس هي من واجبات الكنيسة، أي أن الكنيسة لم ولن تضع سعرا محدودا للعماد ولا سعرا للزواج أو ما شابه ذلك، وعلى كل عضو في الكنيسة أن يشعر بمسؤوليته ويساهم في بناء الكنيسة وإعانتها. المهم في الأمر هو النية الصادقة من المؤمنين في الصلاة والعبادة. إن قناة المخلص الفضائية هي قناة تعمل برعاية أبرشية مار أدي الكلدانية في كندا وأبرشية مار توم الرسول في ميشيغان، وعلى المؤمنين دعمها مادياً ومعنويا كيما تستمر وتنشر كلمة الرب القدير بين المؤمنين. سيقام احتفال التناول الأول لهذه السنة 2015 يوم الأحد 28 من يونيو حزيران القادم في كاتدرائية الراعي الصالح، وفي الساعة 12 ظهرا، وعلى أولياء الأمور أو أمور المتناولين المسجلين في الكاتدرائية جلب أولادهم وبناتهم لدروس التعليم التي تقام في الكاتدرائية، ومن يتخلف ثلاث مرات سيكون من الصعب عليه أن يتناول بدون تحضير. على المؤمنين الذين يحضرون للكاتدرائية تسجيل أسمائهم وعوائلهم وفق استمارات خاصة معدة لذلك، كيما تستطيع إدارة الكاتدرائية التعرف على المؤمنين الأعضاء وتقديم خدماتها لهم. سيقام قداس كل يوم جمعة في الساعة 6 مساء في الكاتدرائية طيلة أيام الصوم الكبير، تعقبه رياضة درب الصليب في الساعة 7 باللغتين الكلدانية والعربية، ثم يقام درب الصليب باللغة الإنجليزية في الساعة 8 مساء. انتهت ملاحظات صاحب السيادة المطران مار عمانوئيل شليطة. عقد سيادة المطران مار عمانوئيل شليطة رئيس أبرشية مار أدي الكلدانية في كندا عدة اجتماعات مع كهنة الأبرشية الذين تواجدوا في احتفالية تنصيب سيادته، وتدارس المجتمعون ترتيب البيت الكلداني في كندا، وأعطى سيادته توجيهاته لإخوته الكهنة للعمل في خدمة خورناتهم وأبنائها المنتشرين في عموم كندا. وحضر الاجتماعات كل من المونسنيور داود بفرو راعي خورنة العائلة المقدسة في وينزور، والآباء عامر ساكا من لندن أونتاريو، وصباح قمورة من ساسكاتون، وسرمد باليوس من فانكوفر، ونياس توما من هاملتون وأوكفيل. أجرت قناة سيتي تي في الإخبارية الكندية لقاء مع سيادة راعي الأبرشية المطران مار عمانوئيل شليطة حول حادثة اختطاف مجموعة من المسيحيين في منطقة الخابور بسوريا. تحدث فيه سيادته عن المعاناة التي يعيشها المسيحيون في مناطق الصراع في الشرق الأوسط وما يجري هناك من أحداث مأساوية، وتمنى سيادته من الله القدير أن يفك أسر المخطوفين من قرى الخابور ويعودوا لأهلهم وبيوتهم، وقد تحقق دعاء صاحب السيادة فعاد المخطوفون إلى ديارهم وأهلهم والحمد لله. تتواصل في كافة الكنائس التابعة لأبرشية مار أدي الكلدانية رياضات درب الصليب الأسبوعية كل يوم جمعة، حيث يقيمها الآباء الكهنة مع الشمامسة والمؤمنين وفق الطقس الكلداني العتيد، وتقام باللغتين الكلدانية والعربية.
هذا، وأقام سيادة راعي الأبرشية مار عمانوئيل شليطة يوم الجمعة الماضي 6 من آذار مارس رياضة درب الصليب لأول مرة باللغة الإنجليزية لأبناء الأبرشية من الشباب والشابات الذين حضروها وشاركوا فيها. صادف يوم 6 من آذار الجاري الذكرى الثانية لتنصيب غبطة أبينا الباتريارك مار لويس روفائيل الأول ساكو باترياركا للكنيسة الكلدانية في العالم. أسرة قناة المخلص الفضائية تتقدم بالتهنئة لغبطته، متمنين له كل الموفقية والنجاح في خدمته وقيادته للكنيسة نحو طريق الأصالة والوحدة والتجدد. بعد صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الماضي، حي الأب الأقدس البابا فرانسيس المؤمنين والجموع، وقال: اليوم 8 من آذار أحيي جميع النساء، جميع النساء اللواتي يحاولن يوميا بناء مجتمع أكثر إنسانيا وقبولا. إنه شكر أخوي أيضا للواتي بألف شكل يشهدن للإنجيل ويعملن في الكنيسة. إنها مناسبة لنا لنؤكد مجددا على أهمية النساء وضرورة حضورهن في الحياة. العالم الذي تهمش فيه النساء هو عالم عقيم، لأن النساء لا يحملن الحياة فقط بل ينقلن أيضا القدرة على الرؤية أبعد. هن ينقلن لنا القدرة على فهم العالم بعيون مختلفة والشعور بالأمور بقلب أكثر إبداعا صبرا وحنانا. لنرفع صلاة وبركة خاصة لجميع النساء الحاضرات هنا في هذه الساحة ولجميع النساء في العالم. انتهت أعزائي المشاهدين نشرة الأخبار، أترككم في سلام المسيح.